سلام شباب، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في الفيديو رقم 3 من الفيديوهات اللي بديت كندير هنايا الانستغرام. إذا كانت هذه أول مرة كتشوف فيها الفيديوهات ديالي، سو دخل البروفيل ديالي ودير فولو باش يبقى ديما يوصلك أي حاجة لونسيتها، ستوريات اللي تندير، اللايفات اللي تندير، وبالأخص الفيديوهات، السلسلة اللي كندير ديال الفيديوهات هنايا على الانستغرام. بالنسبة لموضوع هذا الفيديو هذا غادي يكون افونسي بزاف بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بيا، اللي يلاه بغاو يبداو في الدومين. من الأحسن ترجعوا الفيديوهات القدام، حيت الفيديو هذا غادي يكون افونسي بزاف وممكن تسمعوا شي مصطلحات اللي عمركم سمعتوا بهم وتخربقوا السو. من الاحسن الا كنتي بيجنر سكيبي، ارجع شوف الفيديو هذا القدام. سينو الناس اللي قدام معايا اصلا من يوتيوب وهنا في انستغرام، سو كملوا الفيديو على بركه الله. بالنسبه لموضوع هذا الفيديو هذا، هو فكره جديده تقريبا ما عمر شي واحد هضر عليها، قلبت ما لقيت شي واحد اصلا لونص عليها او لا شار لها ان ممكن تخدم فيها. انا صراحه ما خدامش فيه. الحاجه اللي كنكون خدام فيها وكنفوت فيها 5000 دولار، راه كنمشي كنقول لكم هاد الدومين راه خدامه، كيفاش تخدموا كيفاش تخدموا كيفاش تخدموا. بالنسبه لهاد الدومين هذا مشيت شفتو طليت عليه الى اخره، ولكن ما خدمت فيه انا. سو بغيت نبارطاج معكم فيديو، غادي نعطيكم كل شيء، ولكن نتوما غادي خاصكم ضروري تمشوا ديروا واحد ليتر ريسيرش وتزيدوا شحال حاجه ما عندكم باش تخدموا. المهم بلا مقدمات، الموضوع ديال الفيديو هذا هو ان كيفاش تقاد موقع مماثل شوبيفاي. يس شوبيفاي، كما كنعرفوا شوبيفاي هي واحد الشركه اللي كتبروفايدي لك، كتعطيك يعني ستور واجد بلي تمبليت بلي بلوجين الى اخره، ممكن تقاد الشركه بحالك في وان كليك. يس براوز وان كليك. الشركه المنافسه ديال شوبيفاي ايكويد، راه كنا تنعرفوا شكون هي ايكويد. اللي ما كيعرفش ايكويد راه ممكن يكتبها غير في جوجل غادي يطلع ليه. هي تقريبا نفس الخدمات اللي كتعطي شوبيفاي، غير فقط هي زايده واحد البارتنر بروجرام. شنو هذا البارتنر بروجرام؟ هو انها كتعطيك موقع مشابه لايكويد باللوجو ديالك وبالسميه ديالك وبالدومين ديالك وبالزابليكاسيون ديال التليفون ديالك، بنفس الهوم بيج، بنفس كل شيء. يس نفس كل شيء. كل شيء اللي عليك انت هو انك تخلص سبسكريبشن ديال العام. السبسكريبشن ديال العام كانت 300 دولار، ولكن دابا راه ردوها 200 دولار، يعني بالناس اللي باغيين يبداو. كيعطوك لابليكاسيون ديال الموبايل، الهوم بيج، السيبور ديالهم ديما كتهضر معاهم، بالاضافه لكل شيء كيولي بسميتك، كدير اللوجو ديالك وكل شيء. يعني مثلا افترض بغيت دير ساينس، الدومين غادي يكون هو ساينس دوت كوم، اللوجو ديالي ساينس دوت كوم، كل شيء لي زيميل ديالي، السيبور ديالي، لي زابليكاسيون ديال التليفون ديالي، كل شيء فيه السميه ديالي. وحتى فيما يخص البيمنت جيت واي، يعني مثلا باي بال او الكريدت كارت، هما تيبروفايدوها لك وكتكون وايت ليبل، كتكون فيه سميه ما معروفاش اصلا ديال من. سو ملي كيخلص كيقول وي راه واحد الجروب، مثلا ملي كتخلص كتبان لك واحد السميه في يو كي تي ال دي شي لعبه هكا. سو بحال هكاك، يعني كتكون واحد السميه وايت ليبل اللي ما كت الكلاينت ما يمكنش يعرف بانك انت راه بارتنر ديال ايكويد او لا ديال شي حاجه ملي كيخلصك السبسكريبشن للشهر. طبيعه الحال بالنسبه للسبسكريبشن ايكويد راه تيقطع 6 دولار، 12 دولار، 19 دولار، 100 دولار على حسب كل بلان. انا ما عارفش لي بلان اكزاكت، هادو قلتهم فقط اعتباطيين. انت كتبقى تزيد بورسونتاج على سبيل المثال 20% 30% على كل سبسكريبشن بلان. يعني السبسكريبشن بلان الا كان ب 10 دولار وانت درتي 50%، دونك السبسكريبشن بلان غادي يولي ب 15 دولار. الان بالنسبه للهوم بيج، هذه فقط هضرنا على السكريبت اللي غادي يخدم لك كل شيء، هما تيعطوا لك واجد. بالنسبه للهوم بيج هما تيعطوك ترانسليت هوم بيج ل 50 لغه. يس 50 لغه واجد، يعني وان كليك كل شيء باللوجو ديالك. اللي عليك هو انك فقط تخلص ديك السبسكريبشن اللي كيعطوك العام فقط، هما تيوجدوا لك كل شيء وانت كتبدا الخدمه، كتجيب ترافيك والناس كتشري، والسبسكريبشن كتخلص للشهر وهي غاديه هكا. الان بالنسبه للترافيك، بالنسبه للترافيك انتم عندكم جوج اختيارات، ايميل باي ترافيك او الفري ترافيك. وانا بالضبط كنركز على الفري ترافيك تخدم عليه قبل عاد من بعد دوز للباي ترافيك، لان ملي كتبان لي واحد الشركه راه اول حاجه تندير هي كنمشي كنطابيها في جوجل، كنطابيها في يوتيوب باش كنشوف شنو كيقولوا عليها، شنو الريفيوز، يعني كما كنقولوا السمعه ديال الشركه واش بصح كاينه ولا لا. اما ملي كدير الباي ترافيك نيشان وما كتكون اوكين ايدي ولا حتى معلومه على هذيك الشركه، راه ما يمكنش شي واحد يزعم انه يمشي اصلا يشري من عندك. سو حبيت لو انك تركز على الفري ترافيك. الفري ترافيك اول حاجه هو انك تبقى دير فيديوهات راسك في يوتيوب، قناه باسم الشركه ديالك. ثاني حاجه هو انك تشوف انفلونسرز، ضروري انفلونسرز في يوتيوب، دير معاهم يعني تعطيهم 300 400 دولار. يعني هذا راه ما كندويش على بروجي ديال 100 200 دولار، البروجي راه ديال جوج كثلاثه كا اللي غادي تطلعوا. يعني على الاقل تكون عندك واحد 3000 دولار 2000 دولار 4000 دولار الفوق باش انك تقدر تطلع هذا البروجي. يعني ما كندويش على بروجي ديال ممكن تبدا ب 100 200 دولار او لا بروجي خفيف، داكشي باش من الاول قلت لكم هذا راه ماشي ديال بيجنر، يعني ديال الناس اللي نيشان باغي تدخل البيزنس. المهم باش نكمل في الموضوع ديالنا، الموضوع هو انك تمشي للانفلونسرز تهضر معاهم، انفلونسر هكا تفهموا على ثمن انه يدير فيديو عليك باي لغه. من احسن تشوف
الدول برا يعني لاوروبا، امريكا، كندا، يو كي الى اخره. بغيتي تخدم دول عربيه يخدمهم لك الحريه التامه. المهم انك تخدم هكا للفري ترافيك واحد شهرين الى 3 اشهر، بطبيعه الحال غادي يجوك كلاينت، غادي يبداو يخلصوا كل شهر السيرفيس سيبور الى اخره. انت من بعد من غادي تضرب واحد شهرين 3 شهور وتكون واحد المعلومات كثيره في جوجل او في محركات البحث. يعني الناس مني غادي تمشي غادي تطابي السميه ديال الكومباني ديالك اللي هي منافسه تقريبا شوبيفاي، هي منافسه صغيره لشوبيفاي، فما جاش تقدر يعني تلاح عليها ميبي من هنا لقدام، ولكن كبدايه راه كتبدا صغير، كل شيء كيبدا صغير. اي واحد اللي كيبدا كبير راه ديما تيتهرس، من الاحسن كتبدا صغير وكتبقى غادي كتكبر شويه بشويه. سو من بعد تكون عندك واحد لاباس كبيره، يعني ملي الناس كتكتب سميه الشركه ديالك كتطلع في السيرش، عندك سمعه زوينه، عندك كل شيء، من بعد دوز للبي ترافيك وفرق على الفلوس ديك الساعه. فيسبوك ادز، انستغرام، سناب ادز، وكورا ادز، حتى كورا ادز راه كيخدم مخير حتى هو. سو صراحه هنا فين غادي تبقى تجيب ترافيك ديال بصح، والناس ملي كتقلب على الشركه ديالك زعم تشري من عندك. بالنسبه الى بغيتي تعرف بزاف على هذا البروغرام، فقط سير لجوجل دوت كوم اكتب اكويد بارتنر بروغرام، اكويد بارتنر بروغرام راه غادي نخليها لكم هنايا. سو سيروا فقط تما كتبوها وراه غادي تقراو كاع على هذا الدومين. الا عجبك بغيتي تدخل ليه دخل، بلا ما يسولني شي واحد راه وقع لي مشكل هنا وقع لي مشكل هنا. انا كما قلت لكم راه ما خدامش فيه، راه فقط الفكره كانت عندي شحال هادي وكنت كنقلب عليه الاخر، ولكن ما خدمتش فيه. انا فقط بارطاجي معكم داكشي اللي عارف، داكشي اللي تنكون ديجا خدام فيه، راه تنقولها لكم ليش اصلا المجالات اللي خدام فيهم راه ثلاثه وراه ديجا بارطاجيتهم معكم. بغيتي تعرف عليا وعلى داكشي اللي خدام سير الموقع ديالي ساينس دوت كوم، راه غادي تلقى فيه كاع لي ديتاي عليا انا. كنعسى فقط كل هذا فيما يخص الفيديو. الى عجبك الفيديو حاول طاقي صاحبك او تبارطاجي مع صاحبك اللي كتشوفوا انه اصلا انتريستد بهذا الدومين او انتريستد بالعمل على الانترنت وقادر انه يبدا بالعمل على الانترنت. سالنا غادي نسالي هذا الفيديو هذا ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله.